نتائج طلبة العلوم الطبية التطبيقية. أظهرت النتائج أن إجمالي عدد كليات العلوم الطبية التطبيقية الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية بلغ 51 كلية، منها 34 كلية حكومية، 17 كلية خاصة، وهناك 5 كليات تقبل طلاباً فقط، و3 كليات تقبل طالبات فقط. وقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المقيدين في برامج البكالوريوس في التخصصات المختلفة في العلوم الطبية حالياً، والمتوقع أن يتخرج منهم خلال 5 سنوات المقبلة 34,222 طالباً، 31,463 داخل المملكة، و2,759 خارج المملكة. وقد بلغ عدد الطلبة المقيدين في برامج دراسات عليا داخل المملكة وخارجها، والمتوقع تخرجهم خلال 5 سنوات المقبلة 640 اختصاصياً. بلغ إجمالي اختصاص العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والبصريات والمختبرات الطبية وتقنية الأشعة المصنفين بناءً على مؤهل البكالوريوس 26,907 اختصاصيين، 21,159 سعودياً، و5,748 غير سعودي. وأظهرت نتائج توجه البيانات الخاصة بعدد الاختصاصيين السعوديين وغير السعوديين الذين جرى تصنيفهم بناءً على مؤهل البكالوريوس خلال 5 سنوات الماضية ارتفاعاً واضحاً في عدد الاختصاصيين السعوديين مع شبه ثبات في عدد غير السعوديين. وفيما يتعلق بالاختصاصيين من حملة مؤهلات في الدراسات العليا، فقد أظهرت النتائج أن إجمالي عددهم بلغ 939، منهم 593 سعودياً و346 غير سعودي. وأظهرت النتائج الأولية أن إجمالي عدد الاختصاصيين من حملة مؤهل البكالوريوس المسجلين في قاعدة بيانات جدارة وطاقات الباحثين عن عمل في 5 تخصصات التي جرى تحديدها في هذا التقرير بلغ 9,233 اختصاصياً. وبعدما طابق فريق الهيئة بياناتهم مع القواعد المختلفة التي لديه لاستبعاد الموظفين منهم والملتحقين ببرامج دراسات عليا، تبين أن عدد الباحثين عن عمل منهم بلغ 3,271 اختصاصياً في العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والبصريات والمختبرات الطبية وتقنية الأشعة. وضع فريق الهيئة تنبؤاً إحصائياً للقوى العاملة السعودية في مجال العلوم الطبية ل5 و10 سنوات المقبلة، وقد أظهرت النتائج أن إجمالي عدد الاختصاصيين السعوديين المتوقع في عام 2027 بلغ 39,829، وأن القطاع الصحي في المملكة بحاجة إلى إضافة 27,525 ممارساً بحلول عام 2027 لتحقيق النسب المطلوبة من عدد الممارسين مقابل عدد السكان. جدير بالذكر بأن تخصص البصريات أظهر الحاجة إلى تقليل عدد الممارسين غير السعوديين بنسبة 1% سنوياً حتى 2027 ميلادياً. وقد بيّنت النتائج أن نسبة 3% فقط من اختصاص العلوم الطبية هم من حملة مؤهلات دراسات عليا في 2027 ميلادياً، بينما النسبة المستهدفة هي من 15% إلى 20%.